الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سمع الله لمن حمده قالوا بل نتبع
ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما أنزل الله من الكتاب ويشترون
يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله غفور رحيم. يا أيها
الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا من الأعمال الصالحة ما يقربنا إليك. اللهم وفقنا جميعا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وألهمنا جميعا كل رشد وصواب. اللهم لك الحمد كله، والشكر كله، والثناء الحسن كله، كما تحب ربنا وترضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين.
علينا برحمتك أنت أرحم الراحمين. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تغفر لنا جميعا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر دينك وأعل كلمتك وانصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع راية الإسلام على العالمين بقدرتك يا من أنت على كل شيء قدير أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وندعوك فاستجب دعاءنا ونستهديك فاهدنا ونسترزقك فارزقنا فارزقنا إنك أنت خير الرازقين. اللهم أعطنا سؤلنا أجمعين واقض حوائجنا وجميع حوائج السائلين اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا ستير يا من يستحيي من عباده أن يمدوا أيديهم إليه فيردها صفرا خائبا يا من يستحيي من عباده أن يرد أيديهم صفرا خائبة فاللهم لا تردنا عن باب جودك مطرودين. لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه. فارض حوائجنا وفرج كروبنا وكروب المسلمين ونفس همومنا وهم المسلمين واقض الدين عن المدينين واصلح شأننا أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا جميعا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا حي يا قيوم إنا جميعا برحمتك نستغيث أصلح لنا جميعا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. واهدنا وسددنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان برحمتك يا منان. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.